طبعا خلونا نرجع تاني لخبر تتويج السيد الرئيس اليوم بجائزة الأولمبياد الخاص. والحقيقة الجائزة دي أنا بعتقد إن هي أقل شيء ممكن تقديمه لشخص الرئيس، لأنه يبذل قصارى جهده. زي ما قلت لحضراتكم في البداية، يعني كنا بنتابع كلنا من خلال الحفلات الرائعة اللي كانت بتبقى موجودة لقادرون باختلاف. أولا يعني الحالة الجميلة الإنسانية والنفسية اللي على الشباب والأطفال اللي بتبقى موجود، إحساسه بأنه شخص مقدر في هذا المجتمع، وأنه شخص عنده ما يقدمه وعنده ما نفخر به في هذا المجتمع. كلمتهم البسيطة، حتى وقفهم جنب الرئيس بتلقائية بحب، إحساسهم بأنه الرئيس واحد منهم، وأنه الرئيس أب ورئيس وأخ، ويعني طول الوقت الحقيقة الشباب والأطفال يتعاملون أيضا مع الرئيس بمنتهى العفوية والتلقائية والحب، وينتظرون. يعني أنا عارفة كويس قوي أنه هذه الاحتفالات ينتظرها طول الوقت ذوي الاحتياجات الخاصة بحب، وكل شخص فيهم وكل طفل فيهم بيبقى عايز يقدم أحسن ما عنده، وبيبقى الدافع أنه الرئيس هيبقى موجود، وانه هيتكلم قدام الرئيس، وانه هيقترح قدام الرئيس، وانه هيغني، وانه هيبقى فخور، وانه اهله هيبقوا يعني فخورين بيه طول الوقت. طبعا هذا التتويج يستحقه بالفعل سيادة الرئيس، ويستحقه ايضا كل من قام في هذا الاتحاد. خلينا ناخد هذه الكلمة من المهندس هاني محمود رئيس اتحاد الأولمبياد الخاص. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، ومساء الخير على السادة المشاهدين. مساء الخير. يعني هذه الجائزة التي تمنح للرؤساء والملوك وأصحاب الأيادي البيضاء، وأعتقد السيد الرئيس يعني بذل الكثير هو وأيضا اللجنة وكل من قام في هذه الاحتفالات والمجهود اللي بيبذل مع أولادنا وشبابنا من القادرون باختلاف. تفضل. تفضل يا فندم. الحقيقة الأولمبياد الخاصة الدولية هي مؤسسة دولية موجودة في حوالي 180 دولة على مستوى العالم، وهي مسؤولة عن رعاية ذوي الإعاقة الذهنية رياضيا واجتماعيا ونفسيا وأسرهم كمان. هذه المؤسسة بقى لها حوالي 54 سنة موجودة وبتعمل في مجال رعاية ذوي الإعاقة الذهنية. كل سنة بيبقى فيه اختيار لشخصية عالمية أو شخصية عامة، شخصية واحدة كل سنة بيتم تكريمها بهذه الجائزة لمجهوداتها في رعاية ذوي الإعاقة. تمام. الحقيقة الملف بتاع السيد الرئيس اللي اتقدم نال إعجاب، طبعا بيبقى فيه أكثر من مرشح متقدم من دول مختلفة، لكن هذا العام تم اختيار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة بإجماع. يعني طب يعني عرفنا على الاختيار، يعني بنود الاختيار، يعني هقول لحضرتك. اتفضل. فترة حكم السيد الرئيس أنا بشتغل مع ذوي الإعاقة الذهنية من 2003. تمام. يعني تقريبا 20 سنة. اللي حصل في الكام سنة الأخيرة دي ما حصلش في تاريخ مصر لذوي الإعاقة. أول حاجة تم إصدار قانون خاص لحماية ذوي الإعاقة الذهنية، وبيعطيهم بعض المميزات اللي ما كانتش موجودة قبل كده، وبيحميهم من التنمر، وبيجرم أي حد يتنمر عليهم. فده قانون كامل احنا بنعتبره يعني مثال لقوانين حمايه ذوي الاعاقه على مستوى العالم. تمام. ثاني حاجه، فخامه الرئيس امر بانشاء صندوق لرعايه ذوي الاعاقه. هذا الصندوق بيمول من جهات مختلفه عشان يبقى فيه فلوس نقدر نصرف بيها على بعض الحالات، ونقدر نقف جنب اسر ذوي الاعاقه في الاوقات اللي هم محتاجين ان احنا نقف جنبهم. وده برضه حاجة مش موجودة في بلاد كتير في العالم، إن يبقى فيه صندوق مخصص لرعاية ذوي الإعاقة. مخصص ليهم، وأيضا مخصص لكل الأنشطة، ونقدر نقول كمان كل الأشياء اللي بتقدم ليهم يعني في نفس الوقت. بالظبط يا فندم. تمام. بالظبط كده. الحاجة الثالثة، فخامة الرئيس كل سنة بيحضر الاحتفال السنوي لليوم العالمي لذوي الإعاقة اللي بيبقى في شهر نوفمبر، ومش بس بيحضر لكن كمان بيستمع لطلبات ومقترحات ذوي الإعاقة، وتاني يوم يبدأ التنفيذ فيها. يعني صحيح. فعلا لو حضرتك متابعة هذه طبعا متابعة جدا، فخامة الرئيس بيحضر وبيدي فرصة لكل ذوي الإعاقة ان هم يتكلموا يقترحوا حاجات، وبنفاجأ بعديها على طول ان في التنفيذ لهذه المقترحات بدأ،
ووصلنا النهارده الحمد لله ان بقى في يعني منظومه كامله لحمايه الذوي العاقل. الحاجه المهمه كمان فضل. لما رئيس الدوله بيعطي هذا المثال الحقيقه الموضوع بيمشي بقى في كل انحاء الدوله. يعني دايما الرئيس او القائد لما بيهتم بملف معين او بقضيه معينه ده بينعكس على كل الوزراء وكل الهيئات اللي موجوده. فاحنا وجدنا من اول ما الرئيس ابتدى يهتم بهذا الملف وهو ملف في نفس الوقت سنه 2018 عملها عامل ذوي الاعاقه، دي برضو كانت من طبعًا. الحاجات كانت من الحاجات الجميله. فالنهارده بخبرتي ال 20 سنه بشتغل في هذا المجال او بساهم في هذا المجال الناس كلها اتغيرت دلوقتي بعد ما لقوا ان فخامه الرئيس مهتم بهذا الملف ومهتم بهذه الناحيه الانسانيه. فاصبح من الصعب بقى ان تلاقي وزير او مسؤول ما يساعدناش في خدمه الولاد دول. أكيد. فاحنا حسينا كناس بنشتغل في رعايه ذوي الاعاقه حسينا بفرق كبير في تعاون الهيئات والجهات المختلفه. اكيد انا بتمنى الحقيقه انه الهيئات كلها تتعاون ويبقى انضمام لما يقدمه السيد الرئيس. يعني السيد الرئيس يعني يولي هذا الاهتمام منذ تقلده الحقيقه بدايه الحكم، وهو يولي كقائد لهذه البلاد وكانسان ايضا مؤمن بحقوق الانسان خاصه القادرون باختلاف، اللي هو ممكن ايضا انت تخلق نوع من انواع الاندماج الجميل وايضا احساسهم بأن هم يعني جزء مهم وغالي جدا على المجتمع. المهندس هاني محمود رئيس اتحاد الأولمبيات الخاص بشكرك شكرا جزيلا، واتمنى لكم التوفيق.